مروة، الأظافر الطويلة المستطيلة بتدل على شخصية رومانسية اجتماعية. صح. تيما، أصحاب العيون الخضر بتميزوا بشخصية خجولة، صح ولا غلط؟ صح. سلمى، السفر بالطيارة ممكن يعمل جلطة؟ ايه ممكن. سالي، بنقدر نتخلص من اللغلوغ بالدقن عن طريق المساج؟ لا. تيما، البنت الطويلة أكثر جاذبية من البنت القصيرة؟ صح. ماريا، البنت القصيرة عندها مستوى من الأستروجين أعلى من البنت الطويلة؟ صح. نور، بطاطا المقلية ممكن إنه تسبب السرطان؟ صح. محمد؟ نعم. وضعية السجود تحسن الدورة الدموية؟ صح. فاميلا، الأشخاص اللي بيسهروا بالليل شخصيتهم تتمتع بالذكاء والإبداع؟ صح. هلا، شو سر الأنف الجميل؟ وراثة وتجميل. هيدرو، شخص بيحتفظ بالأشياء القديمة بغض النظر عن قيمته؟ هوس الاكتناف. نور، شو أول شغلة بنعملها لواحد انكسرت رجله؟ بنثبته ما بنخليه يحركه. سارة، الظفر الناشف شو علاجه؟ استئصال. اسمعي، بأي رد على الرأس لازم نروح على المشفى؟ أكيد طبعا لازم. ثينا، مريض فقر الدم المنجلي لازم نقل الدم مدى الحياة؟ صح. نور، الجروح الملوثة بنتركها بدون خياطة مبدئيا؟ صح. سوسو، شخص عدته فارة شو بنعطيه؟ مصل مضاد. رشيد، القلم مسطحة علاجها جراحي بالأعمار الصغيرة؟ صح. رورو، احتباس سوائل شائع عند المرأة الحامل؟ بيسو، شخص ممنوع ياكل الخبز او مشتقاته؟ مريض زلق. ياقوت، شخص بتعرض لضربة سكين ببطنه، هل منشيلها للسكين من مكانك كاسعاف اولي؟ لا. ناول الشوكولا بيعدل المزاج، صح ولا غلط؟ صح. جورج، البنت ممنوع تاخذ لقاحات قبل عمر 18؟ غلط. خليل، شو اول اجراء بنعمله للشخص المحروق؟ غسل حرارة بمي باردة. حلا، ابن الوطواطية شو علاجه؟ جراحة تجميل. ليس؟ سبب خروج الدم على البول. ورم الكلية. راما، سبب لكثرة التبول بالليل. تقص الكلية. عمر، دائما علاج التهاب الزائد الدودية للاستئصال؟ غلط.